لا أنا أنتظر تخفيف الحكم، هذه حقيقة. أنا كنت أنتظر العدالة وكنت أنتظر البراءة لسليمان، لأننا اليوم حنا أمام محكمة ديال الجنايات، معناها محكمة خصها تبني قناعتها على الوقائع، والوقائع اللي كاينة هنا في هذا الملف هذا هي عبارة عن ادعاءات، ما كاينش ما يثبتها. يعني بالخشيبات هذا الملف فارغ من الناحية القانونية. إذن شنو اللي خصنا الآن؟ خصنا قضاء شجاع ياخذ القرار ديال انه يبرأ هذا الرجل، باش يبين لنا على ان هذه الخلفيه ديال هذه المتابعه هذه ليست بخلفيه سياسيه ولا انتقاميه. الحال هو انه في هذه المحاكمه وامام هذا الحكم الجائر، وبالنسبه لي لم يكن صادما لكنه حكم جائر، بانت الخلفيه ديال متابعه الصحفي سليمان الريسوني، وبان انه كاين يعني سوء نيه كبير في تدبيره من طرف الشرطه القضائيه، والتي يجب ان تتحمل مسؤوليتها في عدد من الاشياء. الكارثي هو ان هذه الشرطه القضائيه التي تحاملت على سليمان عندها خبره تبرئ سليمان من المنسوب اليه ومن العلاقه يعني بينه وبين الطرف المدني. إذن اليوم ما كنحكموش بالقانون، لان كنا كنحكموا بالقانون سنستمع الى مرافعات الدفاع، وعلى راسها مرافعه الاستاذ الحسن الداتسي الذي فصل في كل ما هو تقني، لان واحد الوقت اصبحت جهات تتبجح علينا بالدليل التقني. اليوم الدليل التقني لا يساوي شيئا ابدا ونهائيا امام فظاعه الانتقادات التناقضات عفوا، وفظاعه يعني ما مورس في هذا الملف منذ البدايه ديالو. اللي خطف واحد السيد في رمضان ونص ساعه قبل من الفطور ما بغيش يطلقوا، هذه هي الحقيقة التي يجب على الناس أن تسلم بها. في هذه اللحظات يصدر القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي الصادر في حق السيد سليمان الريسوني، قرار يأتي بعد وقوفنا على ما شابه الحكم الابتدائي من خروقات قانونية، قرار يأتي بعدما بسطنا للمحكمة مجموعة تناقضات جاءت على لسان المطالب بالحق المدني نعتبرها حاسمة في التأكيد على أن الواقعة التي أدين من أجلها السيد سليمان الريسوني لا وجود لها في الواقع. شخص يدعي لحظة أنه تعرض للاغتصاب بطريقة، ويأتي في تصريح آخر ليدلي بتصريح متناقض لما صرح به من بعد. في تاريخ المهني في قضايا كهاته إن لم تحكم المحكمة بالبراءة لفائدة القانون فإن تحكم للبراءة لفائدة الشك، لكن للأسف الشديد في ملف سيد سليمان الريسوني الذي وقفتم معنا فيه على التناقضات التي شابت جاءت على لسان المطالب بالحق المدني، وعلى الخروقات المسطرية التي شابت المسطرة منذ اعتقال سليمان الريسوني إلى غاية يومه، بسطناها بكل الوسائل المتاحة قانونا، نتفاجأ بتأييد القرار الاستئنافي. أمر مؤلم، قرار مؤسف. أعتقد على أنه هو ضرب لكل القوانين والتشريعات، وهو مس بكل القوانين المسطرية التي تنظم مثل هذه المحاكمات. على أي حال، أمامنا الآن لجوء إلى محكمة النقد بعد التخابر مع موكلينا إن رغب في التصريح بالنقد في ملفه، ونتمنى
أن تعاد الأمور إلى نصابها. كما قلت وأكررها، نحن في حاجة إلى أن تطوى مثل هذه الملفات وأن تفتح صفحة جديدة في بلدنا العزيز. نحن في حاجة إلى التئام الجروح الذي طال في هذا البلد، أن يزج بصحفي كسليمان الرسولي فقط بناء على واقعة أكدنا للمحكمة أنها لم تكن، لسنا نحن من أكدنا بل ما جاء على لسان المطالب الحق المدني. أتمنى أن نفرح يوما ما بطي مثل هذه الملفات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.